السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم كيكة عادية ديال الليمون، كيك يومي اللي كنستعملو دايما. عندي هنايا كاس ديال السنيدة، وكاس ديال عصير الليمون، وكاس ديال الزيت. عندي هنايا 4 البيضات، وعندي هنايا قشور ديال الليمون، وعندي 2 خمارات وفانيا، وعندي هنايا الدقيق. يعني الدقيق كيبقى على حسب الخليط. وغندوزو الطريقه. وهنايا غندير مونينيكس، غندير فيها شويه د المليحه، وغندير هذوك 4 البيضات، كاس ديال السنيده، كاس ديال الليمون، كاس ديال الزيت. غندير فانيليا، وغندير قشور الليمون، وغندير هادشي كامل، وغنطحنو، غنطحنو مزيان تطحن ليا مزيان تيولى بيض، وغنرجع معاكم. هاني دابا ملي طحنتو هاهو، وغندير ليه الخمارات والطحين دغيا قبل ما تطفى ليا ديك الكشكوشه، باش الكيكه ما ترجعش، باش طلع ليا دغيا. غندير 2 خمارات هما الاولين، وغنزيد عليهم الطحين، حيت الا درنا الخمارات الا درنا خمارات هما الاخرين كتبقى تبان لينا العجينه. كنديروا الدقيق بزاف كتبقى تبان لينا العجينه خفيفه، اي فوا كنديروا دوك 2 خمارات كيولي العجين ثقيل. اللهم نديروا الخمارات من الاول، وحنا كنزيدوا في الدقيق، وحنا كنطربوا باش ملي ندخلوها الفران تطلع دغيا ما ترجعش. انا درت دابا زلافه ديال الدقيق، ومازال خاصني الدقيق، مازال غنزيد الدقيق. ها الزلافه الثانيه، شوف تبارك الله جالسه فاش يعني غنديرو ملي غنديرو انايا غنشعل ليه الفران، ما ترجعش ليا الكيكه غتجي طالعه ان شاء الله. نزيد مزال الدقيق، زليف عامرين دابا وشويه بزاف ليا هاد الكيكه. انا غنضربها مزيان وغنرجع. هانتوما القوام ديالها كي كيجي وهي باقا مفشوشه. ها هو دابا غنخوي في المول دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. دابا غندخلها للفران على نار متوسط، يعني ماشي نار مهيله، ماشي حيت الفران بارد اما كنت شاعلاه سخون كون راه درتها على نار مهيله. دابا غنديرها على نار متوسط، ماشي مجهده ماشي قليله بزاف ثاني، وغندخلها للفران ونتلاقاو من بعد ما طيب. وها هي ملي خرجتها من الفران
تبارك الله. جات منفوخة، جات طالعة بزاف. هيا شوفوا، كنتمنى تجربوا هاد الوصفة ديال هاد الكيكة وتعجبكم، وبالصحة والراحة، وشكرا على تشجيعكم ولي لايك ديالكم والمشاهدة ديالكم، المهم تشجيعكم لي كامل، كنشكركم بزاف.